مشاهدينا ما زالت تغطيتنا مستمرة لافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمدينة المنصورة الجديدة. تابعنا مع حضراتكم منذ قليل في المرحلة الأولى من مدينة المنصورة تفقده لجامعة المنصورة الجديدة والتي تضم 4 جامعات، تعتبر مدينة علمية تتنوع فيها المؤسسات التعليمية في مكان واحد. طبقا للشرح 7 مباني تكلفت 4.5 مليار جنيه، حلم تحقق بعد أن وعد به الرئيس الشعب المصري في أحد مؤتمرات الشباب. أيضا تفقد السيد الرئيس معمل من معامل كلية الصيدلة واطلع على المتاح في هذه الجامعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، تفقد المعمل المركزي، معمل المهارات، وفي ندوة لتوعية شباب الجامعات عقدت بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات، تساءل السيد الرئيس عن رأي الشباب في مبادرة حياة كريمة، وقام بشرح مبسط لماذا لم يتم العمل في هذه المبادرة في السابق وكيف يتم تنفيذه الآن. لمزيد من التحليل لهذا الافتتاح ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بالطبع تابعت افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كإحدى المدن من الجيل الرابع والتي تنتوي الدولة بناء 30 مدينة، أو تأتي في إطار بناء 30 مدينة ستقوم بها الدولة. لماذا نتحدث اليوم عن مدن الجيل الرابع والتي لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة قصوى؟ هو بالطبع النهاردة يوم مهم جدا بالنسبة للدولة المصرية، أضافت مدينة جديدة إلى مدن الجمهورية، مدينة مطابقة للمواصفات العالمية، مدينة مدن الجيل الرابع تعتمد على الطاقة الجديدة أيضا وبها محطات لتحلية المياه. طبعا الاتجاه إلى المدن الجديدة دي يأتي في إطار المدن المحافظات الجمهورية كلها أصبحت متكدسة بسكان وبها الخدمات أصبحت قليلة بالنسبة لحجم السكان اللي موجود فيها نظرا للزيادة السكانية الكبيرة اللي بتحدث في الدولة المصرية. فالاتجاه للمدن الجديدة دي شيء مهم جدا وبينقل عدد كبير من المواطنين إلى هذه المدن. هذه المدن تناسب جميع فئات الشعب المصري أو جميع طبقات الشعب المصري، من الإسكان الفاخر للإسكان المتوسط وأيضا الإسكان الاجتماعي. هي بالطبع وجود هذه المدن في الوقت الحالي طبعا يأتي في إطار الخطة أو الاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبناء المدن الجديدة الذكية من مدن الجيل الرابع في الجمهورية، يصل إلى 30 مدينة في الوقت الحالي. وده أهم حق من حقوق الإنسان وحق من حقوق المواطن المصري، الناس مكان سكن ملائم، يجد في مكان السكن ده اللي هو المدينة الجديدة يجد فيها المستشفيات اللي هي على أحدث مستوى، يجد فيها الجامعات، يجد فيها المدارس. النهاردة شفنا جامعة المنصورة الجديدة وكم التطور والنظم التعليم الحديثة اللي موجودة داخل الجامعة اللي هيستفيد منها أبناء مش المنصورة فقط أو المنصورة الجديدة فقط، ولكن المحافظات المحيطة اللي هي 3 محافظات على الأقل. فبالطبع هي نقلة حضارية بشكل كبير، هذه المدينة نقلة حضارية. بالحديث عن جامعة المنصورة الجديدة، يعني تابعنا كيف هي على أحدث النظم التكنولوجية، تابعنا شكل المعامل يعني ومعمل المهارات سواء كان في كلية الطب أو المعمل اللي شاهدناه في كلية الصيدلة. كيف يعني تخلق هذه الجامعة من مدينة المنصورة الجديدة مدينة ذات قدرة تنافسية، ليست فقط مدينة ذات شكل يعني حديث ولكن ذات قدرة تنافسية؟
هي بالفعل مدينه ذات قدره تنافسيه بناء على الجامعه المتواجده فيها. هناك تخصصات كبيره داخل هذه الجامعه، هناك معامل والتعليم على احدث مستوى وعلى احدث نظم التعليم العالميه، لان في الوقت الحالي الدوله المصريه بتتجه بشكل كبير الاهتمام بالمواطن المصري، الاهتمام بالمواطن المصري من خلال التعليم، من خلال الصحه، من خلال ايضا تنميه المهارات الاساسيه عند المواطن المصري، وهو ده اللي بتهتم به الدوله في الوقت الحالي. بالطبع وجود جامعات على اعلى مستوى في المدن الجديده او في مدن الجمهوريه ككل، كل ده بيضيف للدوله المصريه وبيضيف للمواطن المصري وبيضيف ايضا للمنطقة أو المدينة اللي موجود فيها هذه الجامعة الحديثة. وإحنا شايفين طبعا بالطبع فيها العديد من الجامعات الجديدة اللي تم إنشائها في الوقت الحالي في مدينة الجلالة، في شرم الشيخ، الجامعات الأهلية المختلفة، كل دي أضافت للدولة المصرية بشكل كبير، أضافت أيضا زي ما بقول لحضرتك للمواطن المصري، واستثمار كبير للدولة في مجال التعليم، لأنها بتخرج نشأة على أعلى مستوى من الكفاءة، على أعلى مستوى من الخبرات، وعلى أعلى مستوى أيضا من التعليم بناء على الجامعات والمناهج التعليمية وأيضا المعامل اللي موجودة في هذه الجامعة. نعم، يعني كثير من التحديات واجهت مصر، وأيضا هناك تحديات مستقبلية، بالحديث مثلا عن التغيرات المناخية، بالحديث عن مشكلات وتحديات المياه، كيف أيضا روعية في هذه المدينة الجديدة كل هذه الأمور إضافة إلى الناحية التعليمية كما ذكرت؟ هو بالطبع المدينة الجديدة هي من مدن الجيل الرابع، هي بتعتمد على الطاقة الجديدة اللي هي الطاقة الشمسية بشكل كبير، وشفنا محطات الطاقة الشمسية المتواجدة في هذه المدينة، وده بالطبع بيفيد بشكل كبير البيئة، وأيضا بيحافظ على الطاقة الموجودة والاهتمام بالطاقة اللي مصر بدأت تأخذ فيها منحى جديد ومتسارع في إطار الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة البديلة اللي احنا شايفين الدولة المصرية بتهتم بها بشكل كبير في الوقت الحالي. وأيضا على الجانب الآخر هناك اهتمام كبير أيضا من الدولة المصرية بتحلية المياه وبتخطط لتحليه مياه البحار، زي ما قال سياده الرئيس ان في كل منطقه او مدينه ساحليه تم فيها انشاء محطات لتحليه المياه، وده للتغلب على ازمات المياه اللي بيشهد، لان زي ما قال سياده الرئيس ان حصه المياه المصريه لا تكفي لكل الاراضي الجديده والمدن الجديده، فاتجاه الدوله في الوقت الحالي لتحلية مياه البحار، وأيضا بالطبع عمليات تحلية مياه الصرف الصحي أو تطوير محطات مياه الصرف الصحي وإنشاء مدن جديدة للاستفادة منها في عمليات الزراعة. فبالطبع هذه المدينة مدينة تهتم بالبيئة بشكل كبير، وبتهتم باستخدام الطاقة البديلة والطاقة الجديدة والمتجددة. طيب، لو بنتكلم على جذب الاستثمارات سواء كانت الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية، كيف يعني جاءت هذه المدينة لتشتمل على كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين سواء كان محليين أو من الأجانب؟ هو طبعا المستثمر الأجنبي أو المستثمر المصري بيحتاج عشان يستثمر لازم ان يكون المنطقه اللي هيستثمر فيها هي منطقه بالنسبه الاولى ان هي يبقى فيها البنيه الاساسيه الحقيقيه لعمليات الاستثمار او الاستثمار من في المجال الصناعي في اي مجال اخر، فيجب ان يكون في بنيه اساسيه داخل هذه المدينه. بالفعل المدينه موفره بنيه الاساسيه للاستثمارات في كافه المجالات، واعتقد ان في المرحله المقبله ستشهد هذه المدينه استثمارات كبيره جدا، لانها مدينه تتوسط زي ما قلنا لحضرتك محافظات، والمحافظات اللي هي متوسطه هي محافظات مهمه جدا،
فاعتقد ان الاستثمارات ستكون كبيره في هذه المدينه، لان فيها بنيه اساسيه، فيها طرق على اعلى مستوى، فيها مناطق سكنيه مهمه، فكل ده طبعا بالطبع بيفيد المستثمر بشكل كبير، وهي مدينه ايضا جاذبه للاستثمار. ومصر في الوقت الحالي هي بتنفذ سياسه التطوير والتحديث داخل الدوله المصريه بشكل كبير، وده كل ده من اجل جلب الاستثمارات الى الدوله المصريه. طيب يعني سيادة الرئيس بيحرص دائما على شرح كل ما قد يطرق على المواطن من تساؤلات، يعني تابعنا في الندوة التي شارك فيها مبادرة حياة كريمة، والتي يعني كانت بتضم شباب من جامعة المنصورة الجديدة وبتدور بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات، كان تساؤله عن رأي الشباب في مبادرة حياة كريمة، وشرح لماذا لم يتم عمل هذه المبادرة في السابق وكيف يتم تنفيذها الآن، أهمية هذا التواصل كيف تراه، وخاصة مع الشباب، يعني تحدث الحضور عن نسبة كبيرة من الشباب يرغبوا في التطوع ونسبة أيضا من المتطوعين، كيف ترى هذا الأمر؟ هو بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا ما يتحدث للمواطنين، يتحدث للمواطنين لشرح ما يحدث داخل الدوله وشرح التهديدات والمخاطر التي تواجه الدوله المصريه، وايضا يشرح الصعوبات اللي بتواجه الدوله المصريه من اجل تنفيذ المشروعات والخطط المستقبليه للدوله المصريه، ليضع المواطن المصري في صوره بشكل عام. وأيضا يضع المواطن المصري، وعلى الجانب الآخر هو عندما يتحدث الرئيس ينفي كل الشائعات، يعني لو في شائعات، لو في أكاذيب أو عمليات تضليل للمواطن المصري، حديث الرئيس بينفي هذه الشائعات كلها وبيوضح الصورة الحقيقية للمواطن المصري. فبالطبع مهم جدا إن الرئيس يتحدث للمواطنين ويتحدث لجميع فئات الشعب المصري بالطبع، ده شيء مهم جدا. على الجانب الآخر حديثه للشباب، الرئيس مهتم جدا بالشباب وبالأجيال الجديدة، لأن هم المستقبل مبني عليهم، وهم اللي بيبنوا هذه الدولة، يعني البناء الدولة في الوقت الحالي اللي بيقوم بيه الشباب المصري في الوقت الحالي في كل المشروعات القومية، كل اللي شغالين فيها عدد كبير من الشباب أو كلهم شباب في الوقت الحالي، هم اللي بيعيدوا بناء الدولة المصرية ومشاركين بشكل كبير في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. ودائما ما يهتم الرئيس بالشباب، واحنا شفنا لقاءات الرئيس المتعدده في مؤتمرات الشباب المختلفه، وانه بيسمع اراء الشباب وبيهتم بيها، بل بالعكس في مشروعات كثيره تم تنفيذها بناء على مقترحات الشباب من خلال مؤتمرات الشباب اللي كانت بتتم. وطبعا مبادره حياه كريمه اثبتت للدوله المصريه واثبتت للجميع ان الشباب قادر على إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى، على المساهمة بشكل فعال في تغيير الواقع اللي كان موجود في الريف المصري أو الأماكن الأكثر تضررا بشكل كبير، لأن أغلب المشاركين في هذه في مبادرة حياة كريمة كلهم من الشباب المتطوع اللي بيعمل على إعادة بناء بلده، اللي بيطمح إن بلده تبقى في أحسن صورة وفي أحسن حال. هو ده اللي واضح في الوقت الحالي في الدولة، لهذا السبب الرئيس بيهتم بشكل كبير انه على طول يوجه الكلام للشباب، يبدأ في نقاش الشباب، يستمع الى افكارهم، لان الافكار الجديدة للشباب مهمة جدا ومهمة في اعادة بناء الدولة المصرية. نعم، الأستاذ جمال عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.